بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سيلفي مدريد اللي بتجيكم مني انا محمد عواد بالتعاون مع مجموعه ار ام فور ارب في تويتر ويوتيوب ورابط ريال مدريد الرسميه في العراق. طبعا بتعرفوا اني انا عم بطلع مباشر الان معكم في مساله سيلفي مدريد بس هذا الاسبوع عشان انا مسافر، وهذا الحل الوحيد كان عشان نتواصل خصوصا في بدايه الموسم بفتره صعبه جدا في هذا الموسم. احنا بنتكلم اليوم عن ريال مدريد اللي دخل بدون كروس وبدون مودريتش. شو يعني بدون كروس وبدون مودريتش؟ يعني بكل بساطة ريال مدريد دخل بدون عقلينه اللي في الملعب دائما، بدون الناس اللي بيتحكموا بالريتم، بدون الناس اللي بيتحكموا باللقاء حسب مجرياته. فبالتالي كان الريال عم بيدخل في مواجهة صعبة. بس بالشوط الاول شفنا الفريق عم بيحكي لنا لا انه انا بقدر اتعامل مع هذه الظروف، شفنا الفريق بيسيطر تماما، بيتحكم، بيخلي الكره قرب منطقه جزاء ليفانتي وبيفوز بالشوط الاول بهدف مقابل لا شيء. لكن بعد ما اجى الهدف الاول لليفانتي شفنا العكس، شفنا الشيء اللي بذكرنا ليش كروس ومودريتش مهمين. الفريق توتر، الفريق فقد السيطره وما كان عنده اللاعب اللي قادر شوي يقتل الريتم، يشيل تماما الحماس اللي صار عند ليفانتي وبالتالي ما كان موجود، فاستمر ليفانتي أكثر، فتقدم ليفانتي أكثر وقدر يتقدم زي ما شفنا ويعقد المباراة بشكل عام على ريال مدريد. إذن شفنا وجهين لهذا الموضوع، وبنفس الوقت شفنا وجهين لأنشيلوتي. شفنا وجه لأنشيلوتي اللي معروف عنه المرونة المطلقة، أنشيلوتي المدرب اللي معروف عنه بتأقلم مع اللاعبين وما بطلب من اللاعبين يتأقلموا معه. انا بشوف اسئله الناس بتسالها وان شاء الله يعني بشوفها وبحفظها وبجاوبها شوي شوي. شفنا يعني الفريق عم يعني انشيلوتي عم بيتاقلم مع قدرات لاعبيه، مع قدرات اسكو، ما وظفه بنفس الطريقه اللي بيوظف فيها كروس، مع قدرات كل لاعب عم يستعمله بيل غيره. هذه قوه انشيلوتي عبر التاريخ تاعه، انه لاعب مدرب بيتاقلم مع لاعبيه، ما بيطلب من لاعبيه يتاقلموا معه. هذا الشيء دائما يؤخذ له، وبنذكر تحويله لدي ماريا في الماضي مع ريال مدريد للاعب وسط فرق تماما نحو العاشره. ولكن شفنا الوجه الثاني لانشيلوتي ايضا اللي هو مساله ريال مدريد وفي سباق الدوري، مساله ريال مدريد وفي سباق الدوري بقياده كارلو انشيلوتي. انشيلوتي تفلت منه امور، بتضيع نقاط كثير بدون ما تعرف ليش، بتشوف فريق مسيطر وبتروح منه نقاط. وعشان هيك دائما يقال انه انشيلوتي سجله في الدوريات بعشرين سنة مش كثير يعكس الجودة اللي امتلكها بعشرين سنة. احنا بنتكلم عن مدرب خسر الدوري مع باريس سان جيرمان وما فازش فيه مع ريال مدريد، ومع تشيلسي جابه مرة، ومع بايرن اقيل، ومع ميلان سنوات طويلة جاب الدوري مرة واحدة. محتاج انشيلوتي يعرف افضل يكون اهمية النقطة في سباقات الدوري. طبعا انا بقرأ من ورقة بس النقاط الرئيسية عشان ما انسى اي نقطة مهمة. الصبح انا غردت وتكلمت وقلت انه ليفانتي فريق مزعج جدا لريال مدريد، واعتقد احصائيا انه اخر اربع مواسم هو احسن فريق عم بجيب نقاط من ريال مدريد. يعني الفريق دخل متعادل مع ريال مدريد، ثلاث انتصارات وتعادلين في اخر اربع مواسم، واليوم طلع متعادل. الهدف الاول اللي عمله ريال مدريد سهل الامور كثير عليه، شال الثقه من ليفانتي، لكن هدف التعادل اللي جاء رجع الثقه لليفانتي. الهدفين بدي احكي عنهم. هدف ريال مدريد كره مدروسه، ليش؟ لانها تكررت مرتين او ثلاثه حاول يلعبوا عليها. كان بيعرف انشيلوتي ليفانتي حيحاول يلعب بخط دفاع متقدم، وكانت الخطه واضحه. لما يلعب بخط دفاع متقدم هازارد بيرجع، بنزيما بروح على اليسار، وغاريث بيل هو اللي بيدخل بالعمق، فبتيجي ضربه خلف الدفاع بهذا الشكل. كرروها مرتين ثلاثه، زبطت بالاولى، سجلوا هدف، بعدين ليفانتي صاروا يتوقعوها. ونروح على هدف ليفانتي. اللي حضر الحلقه الماضيه من سيلفي مدريد وحضر حلقات قديمه من سيلفي مدريد لما ناتشو لعب ولما صرنا نعرف انه راموس طالع، كنت عم بتكلم ناتشو بندفع اندفاعات راموس، لكن فعاليه اندفاعاته كثير اقل من فعاليه اندفاعات راموس. يعني اذا بنحكي نحكيها باللغه العاميه، انا ممكن اطلع اقطع الكره واتقدم عن مكاني بعشر مرات، ارجع بثمانيه كرات او تسع كرات اكون قاطعهم او مخرب الهجمه فيهم. هذا لو انا راموس. لكن لو انا ناتشو ستة بس اللي بخرب فيهم، فبصير وراي مساحة. اليوم بهذا التقدم المنهوش معنا من ناتشو دفع الريال الثمن، حكيتها بالحلقة الماضية ارجعوا لها، وهذا الشيء ممكن خليني اكمل هون. هذا الشيء بيكشف نقطة ضعف موجودة بقلب الدفاع. لو تخيلوا لو الفريق اليوم مشت اموره تمام وفاز وبدون تلقي اهداف، كان في مشكلة كبرى حيوقع فيها انشيلوتي. الناس حتصير تحكي ناتشو ميليتاو الثنائي المثالي المتفاهم اللي كل شيء تمام. طيب الابا وين بده يروحوا فيه؟ دافعين له راتب عالي،
اذا نلعبه ظهير ايسر. طيب من شو بدنا نعمل؟ في مندي اللاعب المتالق وكان ممتاز الموسم الماضي، شو بدنا نسوي فيه؟ فكان حيخلق مشكله كبيره. اعتقد اليوم مباراه اليوم مباراه بغض النظر انها اضاعت نقاط بسوء قلب الدفاع ناتشو في الهدف الاول وسوء التغطيه في الهدف الثاني طبعا اللي شفناه من فاسكيز، وحتى من اللاعب الوسط اللي ورا اللي حنتكلم عنه، المساله كلها بتساعد انشيلوتي انه يقدر يحط اللاعب اللي بده اياه بالمكان اللي بده اياه، انه الفريق بيكون لسه جمهوره متقبل التغييرات. النتائج الجيده بتخلي الجماهير غير متقبله التغييرات. نحكي عن هدف بيل لما تعطيه ثقه، بيل الحالي طبعا، لما تعطيه الثقه لما تلعبه دقائق حيكون لاعب مفيد. وشو يعني لاعب مفيد؟ يعني لاعب بيجيب نقاط بس، لا يعني ابدا لاعب مفيد انه لاعب خارق او لاعب مستمر. بدكم تحضروا نفسكم ربما لاربع خمس مباريات بيل ما يعطيك شيء، بدكم تحضروا نفسكم لهذا الشيء، بس بدكم تكونوا متوقعين انه بيل طول ما هو بياخذ الفرصه ويتم معاملته كلاعب جزء من الفريق حيجيب نقاط. هذه هي الفكره بلاعب مفيد اللي انا اتوقع انشيلوتي في باله بالنسبه لجارث بيل. خلينا نروح على الصفحه الثانيه لانه كتبنا كثير امور. يعني في الشوط الاول كان في سلبيه كثير واضحه، وفي الشوط الثاني تم دفع الثمن عليها، بعدين الريال انتبه لها. الشوط الاول كثير كان ليفانتي عم بيقدر يلعب عرضيات بسهوله ويدخلها منطقه الجزاء، وكان دفاع ريال مدريد يتعامل معها بشكل ممتاز. لكن مشكله دخول الكره دائما منطقه الجزاء كثير الا تفلت منك واحده، وهذا اللي صار بالهدف الثاني. كان الريال لازم ينتبه لهذه الخطوره، مش منطق. وبالمقابل في شيء انا لاحظته بريال مدريد قبل ما يتلقى الهدف الثاني اليوم، ريال مدريد ما بيخلق فرص هذا الموسم مع انشيلوتي بعدد الكافي. مثلا المباراه الماضيه فازوا، شو الحل مع الدفاع؟ هحكي عن الحل مع الدفاع وححكي عن اللي حكولي احكي عن كاسيميرو ان شاء الله وعن اسكو موجود ان شاء الله. بعدد الهجمات اللي بيصنعها ريال مدريد زي ما حكيت قليل، يعني المباراه الماضيه جابوا اربع جوال، لكن بالاكسبكتد جولز، واللي ما بيعرف شو يعني اكسبكتد جولز، هي احصائيه تعتبر يعني مؤشر لعدد الفرص الحقيقيه اللي تم خلقها تروح اهداف، كانوا اثنين تقريبا. يعني الريال سجل اكثر من شغله الهجومي، واليوم لعند دخول الفريق وتسجيله هدف يعني تسجيل ليفانتي هدف الثاني، الفريق ما كان عم يخلق فرص. لما دخل يوفيتش وجونيور ارتفعت الاكسبكتد جولز. وهون ممكن اوصل لاستنتاج شوي بسيط ومستعجل ايضا، انا بنحكي عن المباراه الثانيه، اعتقد حنضطر دائما نشوف واحد من الاثنين دكه، يا بيل يا هازارد، الاثنين مع بعض دائما حيكون عدد الاهداف المخلوقه قليل جدا. بالنسبه لهازارد واللي بيسالوني عنه، وحنحكي عن كاسيميرو وحنحكي عن الدفاع مع بعض. بالنسبه لهازارد اليوم انا بقدر احكي انه بيلعب المباراه الاولى والثانيه بعنوان المنطق، يعني اللاعب بيحاول يكون جزء من صناعه اللعب، هو فعليا صانع لعب متقدم عم بيلعب الان، عم بيسلم الكره بمرر، بيحاول يحرك الدفاع الخصم بتمريراته، بيحاول يتمركز بمناطق يكون فعال فيها، يعني بحاول يعطي يدخل شوي شوي بجو المباريات بجو الاهميه لريال مدريد، لانه كان لاعب منسي تقريبا نتيجه اصاباته في الموسم الماضي، بحاول يدخل الجو ويفهم المنظومه تاعته ويفهم ايضا الدوري الاسباني، مش عم بعقد الامور على نفسه، ما عم بحاول يثبت نفسه بشكل مبالغ فيه، هذا كله كويس. شيء وحيد بينقصه هازارد اللي هي محاولات المراوغات اللي بيعملها قرب منطقه الجزاء، يعني هو لما تجي له الكره على مثلا على مشارف منطقه الجزاء بحاول يمر ما بتزبط معه، كثير عم بحاول مع المباراه الماضيه وهي مش عم تزبط معه. لما يعرف الريتم اللي لازم يتحرك فيه، التوقيت اللي لازم يتحرك فيه، الموقف اللي لازم يتحرك فيه، ممكن هازارد نشوفه اكثر فعال، لانه هذه هي فعاليه هازارد، انه يقدر يدخل منطقه جزاء بمراوغه، لانه هذا بيفتح كل الدفاع معه، لكنه حتى الان مش عم بيقدر يعمل هذا، واعتقد عم بيمشي بجزء منطقي، بس نحكي عن لاعب سنتين تقريبا ما كان موجود، فبالتالي خلينا نعتبره كانه صفقه جديده ونحكم عليه بشكل اوضح بالمباراة الخامسة أو السادسة. بالنسبة لإسكو أكيد سمعتوا أنه المديح والكلام، بس إسكو اليوم كان كويس على الكرة، لكن بدون كرة كان عندنا كثير مسائل معه دفاعيا. نعرف إسكو دائما أبطأ بالتغطية، واليوم ريال مدريد كله كان أبطأ بتغطية خط وسط وهجومه، كان عنده مشكلة واضحة، ربما غياب كروس ومودريتش مع بعض أثر على ذلك، لكن دائما الأطراف عم تلقى مساحة كبيرة عند لعيبة ليفانتي، فعم بيتقدم وبيأخذوا عرضيتهم. وأيضا بالحالة الهجومية بدون كرة إسكو كان شوي كنت تطلب منه انه قدم شوي او اوقف هون شوي، مش يعني دائما بينه وبين المسافه الصحيحه شويه امتار، لكن على الكره اليوم كان اسكو ممتاز. هذا ببساطه محتاجينه يتطور بدون كره دفاعيا وهجوميا اذا اسكو بده فعلا يحاول ياخذ دقائق اكثر من كارلو انشيلوتي.
اليوم في شغله لاحظناها ايضا، اللي هو التدوير الكره والتسديد بعد ذلك. اعتقد كلكم لاحظتوا انه ريال مدريد عمل هذا الشيء اكثر من مره. بالشوط الاول لما كان الفريق مرتاح ذهنيا عاتها اكثر مره بشكل صريح، تلقى الكره بتروح من الظهير للجناح الهجومي، الجناح الهجومي برجع الوسط، الوسط بيلعب على الكره على جنب، بكون جاي يا جناح يا ظهير يسدد او لاعب الوسط الاخر، ونفس الشيء من اليمين لليسار تكررت. وكانه هذه فكره من افكار كارلو انشيلوتي اللي بيحاول يطبقها. الفريق بعد ما خسر 2-1 لاحظ انشيلوتي انه الفريق صار ابطا، فشفناه لجا لثلاث تبديلات هدفها السرعه، ومنها كان جونيور اللي سجل هدفين بفضل سرعته وفضل لمسته السحرية والذهبية. أنا هشيل الورقة لأنه بهذا الموضوع شوي بدنا نركز فيه ونحكي فيه مع بعض. أكيد جونيور أقل راتب من هازارد، وأكيد أقل تكلفة من هازارد، وأقل شهرة من هازارد، وحتى أقل إيمان جماهيري فيه من هازارد. لكن أعتقد من حق جونيور الطبيعي والمنطقي جدا أنه يدافع عن مقعده الأساسي. نزل اليوم سجل، والمرة الثانية سجل، المرة السابقة سجل، في مرتين اللاعب عم يدخل وعم بيسجل، في المرتين واليوم تسجيل وتسجيل هدافين، يعني لمستين مين هذا؟ يعني تيري هنري اللي بيلعب. فمن هون نيجي نحكي بالمنطق، اعتقد صعب شوي ريال مدريد يتعامل بالمنطق على مستوى الشهره والنجوميه ولما يكون بيريز الرئيس، لكن بالمنطق يعني جونيور يحق له الدفاع عن مكانه الاساسي، وجونيور خسر مكانه الاساسي هذا الموسم مطلع الموسم بدون وجه حق بدون منطق. لانه انا الموسم الماضي اللي كنت العب انا اللي كنت اساسي، لازم هو يثبت نفسه عشان ياخذ مكاني، لانه له سنتين ما اثبت نفسه. ما عم بنتقد هازارد لكن بقول بالمنطق الكروي، لكن فرق الشعبيه وفرق الراتب وفرق كل شيء اعطى الموضوع كله لهازارد. الان المباراه في الملعب، مرتين جونيور اعلى من هازارد، مش حيصير اساسي بكره، لكن عم بتكلم لو وصلنا للمباراه السادسه والسابعه نفس الوضع، لمتى بده يضل جونيور مطالب يثبت نفسه والاخر مطالب انه يلعب اساسي عشان كان كويس ايام تشيلسي؟ اعتقد مش حتكون كثير، الموضوع مطول. بالنسبه لكاسيميرو هو القائد الحقيقي لريال مدريد الان بعد خروج راموس، اعتقد هو الشخصيه الاقرب لقياده ريال مدريد، ردات فعله بتعطيك اياها، وايضا تمريرته الطويله ما شاء الله عنه اليوم. اللاعب حاول يلعب ادوار اكبر من دوره حتى، لانه ما بده فريقه يخسر. الريال بشكل عام قدم مباراة فيها دقائق جيدة، قدم مباراة فيها دقائق سيئة. من الآن أنا بدي أخذ التعليقات، في ناس بيحكوا عن الظهيرين تعبانين دفاعيا، مشكلة ألابا أنه مش ظهير هجومي. يعني فلما تطلب منه يلعب دور هجومي حيكون دوره الدفاعي سيء. ولما تلعب هازارد على اليسار فطبيعي ألابا راح يتقدم عشان يربط مع هازارد، وبالتالي ألابا هو دوره دفاعي. المنطق لما يجي كارفاخال يتوازن مع ألابا، فكارفاخال هو اللي هجومي، ألابا هو المنطقي شوي. طبعا بالنسبة لجونيور خلينا نحكي ببساطة كمان، في شغلة الناس بيحكوا لي انه لا خلص لازم يصير اساسي، لا مش لازم يصير اساسي، لانه ايضا هو محتاجين ناخذ منه دقائق. بالنسبة لمشكلة الدفاع لازم نشوف لما يرجع مودريتش اللي كان هو مهم جدا لتوازن الدفاع كلاعب وسط ممتاز بيقدر يتمركز دفاعيا بشكل رائع، الثلاثي الوسط بيتحرك مع بعض كروس مودريتش مع بعض وخلفهم كاسيميرو، هذول حيفيدوهم. اعتقد ادوار المهاجمين الدفاعيا بدها تعديل، واعتقد شخصيا انه ألابا لازم يلعب قلب دفاع مش ناتشو اول ما يرجع مندي. ناتشو انا لاعب بحترمه وبحبه صراحه، لكن على المدى الطويل على مدى التفاصيل الصغيره يعني بتحس انه بعض الاحيان عم بيرتكب هفوات ممكن يضيع دوريات، فبالتالي ألابا اكثر خبره اكثر منطقيا يعني ياخذ الفرصه، هو ما طلع تمام برجع ناتشو بياخذ فرصته مثل اي مبدأ من العدل. بالنسبة لبرشلونة واحد بيقول لي طب هو برشلونة امبارح كان أسوأ من ريال مدريد اليوم؟ نعم كان أسوأ، لأن ريال مدريد اليوم قدم 45 دقيقة بالشوط الأول وقدم 25 دقيقة نهاية المباراة، يعني تقريبا 60-70 دقيقة، في حين ريال برشلونة عمل العكس قدم 20 دقيقة. هذا ببساطة. أنا حشوف إذا في أي أسئلة. مندي بينفع يصير قلب دفاع؟ مندي ينفع يصير قلب دفاع؟ هذا سؤال صعب جدا ومبكر كثير ومش لازمك، لانه كثير عندك لاعبين بيقدروا يلعبوا بقلب الدفاع. انا اعتقد ألابا هو المنطق في هذا الشيء. في واحد بيقول لي بنزيما هو القائد بلاش يزعل منك، لا اعتقد من حيث الشخصيه نعم بنزيما لاعب مؤثر، لكن من حيث الشخصيه في الملعب واظهار الضوء يعني اظهار الروح في الملعب دائما كاسيميرو راح يتفوق على بنزيما. وبنوصل هون لنهايه حلقه سيلفي مدريد، وكنت كثير يعني سعيد معكم دائما على اللايف، وإن شاء الله بنتواصل دائما. أنا موجود فيسبوك تويتر إنستغرام، والسلام عليكم ورحمة الله.